للمزيد حول اداء الاسواق العالميه وايضا اسواق العملات تنضم الينا محلله الاسواق الماليه في إكويتي جروب اماني رشيد من القاهره. اهلا وسهلا بك معنا اماني. بدايه يعني حاله من الانتعاش في اسواق العملات في حاله التراجع الحاصله بسعر الدولار ومؤشر الدولار وايضا عوائد السندات الامريكيه، الى اي مدى من المتوقع ان يستمر حاله التراجع في اداء الدولار؟ صباح الخير. طبعا يعني شهدت الأسواق العالمية يعني تراجعات قوية للدولار الأمريكي منذ بداية التداولات الأسبوعية وبالتحديد خلال تداولات أمس، حيث عاد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات لمستويات 110 من جديد، في الوقت الذي أيضا تراجعت فيه عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام يعني من أعلى مستوياتها منذ 14 عام وعند مستويات أو أعلى بعدما استقرت عوائد السندات على مستويات 4% عادت من جديد لتتداول دون تلك المستويات، الأمر الذي ساهم في مزيدا من الضغط طبعا على الدولار الأمريكي وحالة من الانتعاش أغلب العملات مقابل الدولار، حيث كما أشرت أنه يعني اليورو الآن يقترب من مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي، أيضا الجنيه الاسترليني يعني وصل لمستويات 1.14، الين الياباني أغلب العملات يعني لا تزال تحاول التعافي مستفيدا من تراجعات الدولار الأمريكي، ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار أن هناك بيانات اقتصادية هامة مرتقبة في الولايات المتحدة سواء اليوم أو سواء يوم الجمعة المقبل. اليوم ننتظر بيانات طبعا القطاع الخدمي ويوم الجمعة المقبل بيانات الوظائف الأمريكية والتي أثبتت يعني استمرار تعافي هذا القطاع، فقد يدعم أيضا استمرار أو عودة من جديد لارتفاع الدولار الأمريكي. نعم أمان، يعني في ظل هذه المعطيات المتوفرة بالأسواق وحالة الترقب لبعض البيانات التي تحدثت عنها، لكن هنالك في تضارب نوعا ما بالتصريحات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة تحديدا بالمنطقة الأوروبية، التخوفات من الركود الاقتصادي وأيضا لحماية اليورو، أيهما أقرب للتطبيق من قرارات المركز الأوروبي؟ هل فعلا سيذهب نحو رفع كبير لمعدلات الفائدة يعني نوعا ما للمساعدة بحد من معدلات التضخم المرتفعة؟ يعني بالنسبة للمنطقة الأوروبية أو بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي سيكون عليه العديد من الضغوطات سواء بارتفاع التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ نشأة المنطقة، ويعني الضغط على التسرع أو التسريع وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة، والذي أيضا بدأ في رفع الفائدة يعني متأخرا أو جاء يعني هذا القرار مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي طبعا متأخرا جدا، وبالتالي نحن الآن أمام وضع يستدعي استمرار رفع الفائدة الأوروبية مع استمرار ارتفاعات التضخم لأعلى مستوياتها منذ نشأة المنطقة، ولكن أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن مخاوف الركود الاقتصادي قد تمنع البنك المركزي الأوروبي من المضي قدما في هذا الأمر، حيث أن نقص الإمدادات طبعا الطاقة من جانب روسيا وفصل الشتاء ومحالة أو حالة المخاوف العامة التي سيطرت على الأسواق بسبب يعني الركود الاقتصادي وبسبب نقص الإمدادات الطاقة في أوروبا، ويعني هذا الأمر قد يطول معنا فترة من الوقت قد يتسبب في زيادة الضغوطات طبعا على الاقتصاد الأوروبي. فالآن البنك المركزي الأوروبي ما بين معدلات التضخم المرتفعة وما بين يعني استمرار أو محاولة الضغط أو دعم الاقتصاد لمنع الاقتصاد من انهيار للركود، وبالتالي هذا الأمر يعني قد يتسبب في نوع ما تأخر أو استمرار تأخر البنك المركزي الأوروبي مقارنة بالفيدرالي الأمريكي الذي يعني نوعا ما الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكا بالرغم من رفع الفائدة بوتيرة قوية، فهذا الأمر قد يتسبب في مزيد من الضغوطات على اليورو الفترة المقبلة، وحتى لو كان أعلى أو استقر أعلى مستويات التكافؤ مقابل الدولار الأمريكي، ولكن التباين الوضع في السياسات النقدية واستمرار الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي وعلى الاقتصاد الأوروبي عامة قد يضغط على تداولات اليورو الفترة المقبلة. نعم، يعني هذه الضغوط التي تحدثت عنها أماني هل فعلا يعني قدمت حالة من الارتفاعات للملاذات الآمنة من العملات تحديدا الين الياباني والفرنك السويسري؟ هل فعلا سيشهد حالة من الارتفاعات في ظل هذه التخوفات بالأسواق والحديث عن ركود اقتصادي متوقع؟ يعني على الرغم من ان طبعا عملات الملاذ الامن ستكون الملجا الاساسي لاغلب المتداولين او لاغلب المستثمرين مع مخاوف الركود الاقتصادي، ولكن ايضا علينا الوضع بعين الاعتبار ان الدولار الامريكي الان اصبح العمله الاقوى بالنسبه للملاذ الامن مع استمرار رفع الفائده الامريكيه واستمرار تماسك نوعا ما الاقتصاد الامريكي، وبالتالي برضه ايضا تراجع الطلب على عملات الملاذ الامن مثل الفرنك السويسري والين الياباني الذي وصل يعني الى ادنى مستوياته مقابل الدولار الامريكي منذ عام
1998، الأمر الذي تسبب في يعني تدخل بنك اليابان في محاولة لمنع انهيار العملة. وأيضا بالرغم من تدخل بنك اليابان إلا أن الين الياباني عاد يتراجع من جديد مقابل الدولار الأمريكي، لأن يستقر بالقرب من مستويات 143 أو 144 ين لكل دولار. وأيضا هناك توقعات أن يعود من جديد لمستويات أو أعلى مستوياته منذ عام 1998، حتى وجدنا أن تصريحات صناع القرار في اليابان الفترة الماضية وآخرهم كان أول أمس أن وزير المالية الياباني يؤكد على يعني ضرورة التدخل في سوق العملات لمنع انهيار العملة إذا استدعى الأمر. وبالتالي وجدنا أنه حتى هناك ومخاوف ركود اقتصادي والطلب على الملاذات الأمن لا يزال هو المسيطر، ولكن الطلب على ملاذ الأمن يعتبر الآن الدولار الأمريكي يعني مقارنة طبعا بسياسات الفيدرالي الأمريكي وتماسك الاقتصاد الأمريكي مقابل بقية البنوك المركزية. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أمان رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.